في هذا الوقت اتسعت رقعة انتشار المسلحين، وفي مقدمهم فرقة الرضوان في رأس النبع والحمرة وعائشة بكار، وتم تجريد عناصر قوى الأمن من سلاحها في عدة مواقع. فيما انكفأت الوحدات العسكرية الشرعية استعداداً للانتشار الذي لم يحصل في موعده المحدد، فقدم 30 ضابطاً سنياً استقالاتهم من الجيش، وفي مقدمهم نائب مدير المخابرات وقائد منطقة الشمال ورئيس الأمن العسكري. قدمت استقالتي، وهون قصدت بالاستقالة هي استقالة معنوية لمساعدة قيادة الجيش، لأنه أنا بعرف شو أهميتها المعنوية بالمركز اللي أنا فيه. بيجيني خبر طبعا كضابط مخابرات أنه في حوالي 33-34 ضابط قدم استقالته.